aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere هالشي غلط. ما بيصير تعملي حدود بالشرشف بينه وبينك، فهمتي؟ انت نار وهو بارود، شو انتو مجانين؟ لكن برا لساننا ونحن عم نحاول نصالحكن. لك حتى كريمة خانهم على سنه رمح قفلت الباب عليكن. ما كل شي صار بسببها. أنا ما رجعت وهن فكروا إنه تصالحنا. طبعاً. وانت كمان ما قدرتي تقلي لهم لا حبيبتي. طيب حياة، اذا ما بدك هذا الشيء انا رح احكي مع حكمة بيك ورح اقول له مرحبا حكمة بيك. ليك هاي البنت ما بدها تصالحه لمراد. طيب انت ليش عم تجبرها؟ شو رايك بهالحكي نوران؟ لا، اذا ما بدك هالشيء معناتها بلا ولدنه وصالحي لمراد بقى. والله مو بايدي. طبعا خلي ببالك الشي اللي قالك يا مراد هديك الليلة، بما انه بدك مراد يتعذب شوي. تمام، معناتها مسلسل عذاب مراد حاليا، انتظروا الجزء الثاني. ما بدي يصير هيك نوران. والله رح جن. لا بدك تصالحي ولا تتركي، لكن شو كل اللي بدي اياه انه اكون مبسوطة. في عندي حل لهالشي. تعرفي كيف بدك تكوني مبسوطة؟ عم بسمعك. قلك كيف؟ ايه. جونيور صار سلماز. Make love not war. فهمتي علي؟ لا تتخانقوا، جيبولكن ولد صغير. البيبي رح نسيكن خلافاتكن كلها. زغنون بيشبهكن ورموشه مثل مراد. هلو ماما، هلو بابا. ويقعد يبكي ويصرخ بلي ماما وبابا. تعرفي انه وقت تحبلي ما حدا رح يطيقك بنو؟ رح تصيري غليظة. انت اكيد عم تحلم وتتوهم. مزبوط يا عمري يا مرتي، حياتي يا حياتي، عن جد كلامك مزبوط. شفت هالشي بمنامي. عم تضحكي، عجبتك الفكرة. خلصينا، جيبي لك بيبي، مليت منك. يلا على شغلك. شو بس ما كون اجيت بوقت غير مناسب؟ لا حبي، وقت مناسب. ايه طيب نوران، انا بدي استعير حياة منك ساعة واحدة بس. هالشي صعب. اسفة ما بقدر. سمعت بإذنك. لازم تروحي معي على المستودع مشان تختاري القماشات. ما عندي وقت. بس بدنا نروح نشوف القماشات، شغلة نص ساعة وبترجعي دغري. شو هاد؟ امبارح جد وحكمة تعطاني هدول المصاري. طيب وهو ليش عطاك هدول المصاري؟ حابب يروح هو وستك بإجازة شهر عسل يعني.
شهر عسل. ايه احجز لهم. يعني ما عصبت؟ لا اكيد عم تمزح. ما هيك انت عن جد عم تحكي؟ ايه جد. ليش لحتى اكون عم بمزح كرم؟ يعني ما عمل الا اللي براسه. تمام. كريمة خانم، في ضيف اجى لعندك. اهلين، تفضل حكمت بيك. اهلا وسهلا. اهلين يا خانم. اللي شو اللي جابك لعنا؟ ما في شيء، ما في شيء مهم. يلا مدي لي ايدك لشوف. هاي الشغلات عيب حكمت بيك، الوقت مو مناسب، هلا بشوفونا الكنايه. بس هالشي ما نعيب يا كريمة، اصلا نحن رح نتزوج عن قريب. لا يلا اعطيني ايدك. مو معقول هالحكي. نحن ما عم نعمل شيء عيب، عم اخذ قياس اصبعك لاجيب لك خاتم. طيب نحن شو حكينا على التليفون؟ نحن ما اتفقنا انه ما نستعجل؟ انا ما ضل عندي صبر كريمة، عم استنى هاللحظة من زمان. صاير عم تتدلل كتير كريمة. ها يلا مديلي ايدك لشوف. لا تستحي كريمة. تمام. يلا ما بدي عطلك اكتر بالاذن. حكمة لا تواخذوني، كأني اجيت بوقت غير مناسب. لا شو هالحكي بنتي. كريمة خانم، كنت جاي اسألك اذا قدرت ترجعي لي خاتمي. يلا بخاطركم. مع السلامة. ما جاوبتيني على سؤالي كريمة خانم. لك رح طالعي لي خلاقي. ها بلش فيكي وبالخاتم تبعك. هلأ كل يلي بالبيت مشغولين بقصة الخاتم. إذا بدك يا روحي وخدي بنفسك. لك روح اعملي شو ما بدك، كسري لها أصبعها وخدي الخاتم، تركيني بحالي ولا تقربي علي. أوه عن جد خوفتيني. هذا ماله مستودع عمار. ايه صح. اللي انت شو عم تحاول تساوي؟ حياة روقي شوي، جبتك لحتى ورجيكي شغلة. بس انا ما بدي اشوف اي شي عمار. حياة عمار شيل ايدك عني ولا بقى تلمسني. طيب اهدي، ليش عصبتي؟ جبتك لهون حتى ورجيكي موديل وبس. كذبت علي وقلت لي بدك تفرجيني الاماير. ما كذبت عليكي، بس اسمعيني، رح نشوف الموديل وبعدين منروح على المخزن. حياة بلشت اتضايق منك، حسستيني كأني شخص مريض. نحن عم نشتغل مع بعض. طيب ماشي، ما تأخذني، بس ما بحب هاي الحركات. طيب أنا بعتذر منك، بدي أخذ رأيك، ما رح نتأخر، شغلة خمس دقايق مو أكتر. خمس دقايق بس عمار. طيب تفضل. أهلين مراد. إيه حياة، ليش مالك بالشركة؟ وينك أنتي؟ طلعت لحتى اشوف القمايش. اي قمايش حياة؟ انت طلعتي مع عمار؟ شغلة ساعة وبرجع فورا. طيب لا تتأخري. لا تقلق ما رح اتأخر، بس في شغلة بدي اقلك عليها لما ارجع. قولي عم بسمعك. لا مو ظابطة هلأ، بقلك المساء. طيب ماشي مدام، بشوفك. أهلين شرفتونا. مرحبا. كيفك مدام؟ أكيد هالإيدين هن اللي عملوا هالإبداع. عفوا ما فهمت. تصاميمك بتاخد العقل، عجبوني. شو قصده؟ اصبري شوي رح تفهمي كل شيء. حياة
حياة لا تتزوريني، امشي دعي. برأيي لما تشوفيه رح يطير عقلك. شيله. هذا تصميمي أنا عمار. التصميم تبعي شو عم بيعمل هون؟ ومراد عنده خبر بهالشي؟ لك انت كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ انت مين مفكر حالك؟ من وين جايب كل هاي الجرأة؟ اللي مين عطاك الاذن؟ حياة بس اهدي، صارتي هلا ما فيهم يعملوا هالتصميم والوضع اسوأ بكتير مما بتتخيلي. معناتها ما رح نعمله ابدا. حياة، هالتصميم تبعك حلمك، فيني اعمل هالمجموعة تحت اي اسم تاني كرمالك انت. انت مين مفكر حالك لتساوي هيك؟ بس لو ما كنت رفيقة لنوران لكن زتيتك هلأ بالحبس لأنه هالشي سرقة. عمار بيك البنت عم تقول سرقة؟ شغلتها فاضية. يعني يا ريت لو بيصير يلي ببالي فورا بعد نهاية راس السنة رح يصير في عنا هون مجموعة الأطفال. انت قريت لي أفكاري، مانك معقول. لك رح موت من الضحك، ما بقى فيني أتحمل. أنا لازم لاقي اسم مناسب. أنا برأيي هالاسم لازم يكون مقتبس من قصة حياة ومراد. حياة ومراد. حيمور. حيمور كيدز. فعلا اسم حلو. خير نوران خانم، وصل الشي اللي طلبتي. ايه هاتي. مشان شو طلبتي هالشي؟ كرمال مجموعتي الولادية. قربي قربي واسمعيني، الفضول صفة كتير بشعة ومو منيحة أبدا مشانك، فلا تحشري مناخيرك بأمور ما بتخصك. إيه أصلا أنا الحق علي. جو بيبي جو. شوفون أنا جربون خلصنا، اشتريتهم كرمال حياة. هلا بلا سألتك خلاص بلبس لك بوقت تاني غير هاد. أهلين حياة، شو نقيتوا القماش المطلوب؟ لا مراد. شوفي أنا عم فكر إنه ما نعمل حكاية الشتاء. ليش؟ خلص بلا ما نعملها. كيف ما نعملها حياة؟ كنتي مصرة تعملي المشروع، حتى عملتي مشكلة مشانه. مراد غيرت رأيي بلا ما نعمله. ليلي شو صار؟ أنت من الأول كان معك حق، الشغل مع عمار كان غلط كبير. استني دقيقة لأفهم، عمل شي غلط معك؟ قوليلي بشو زعجك؟ لا ما عمل شي، لا تفهم الموضوع غلط، لا تخليني اندم لأني حكيت لك. كل القصة انه مو عاجبني شكل الشغل، غير هيك عندي مخططات تانية. كيف عندك مخططات تانية؟ ما فهمت. بخبرك بالبيت. استني لوين رايحة؟ وقفي شوي، ما بتركك لأفهم شو قصدك، احكي لأشوف. ما رح تسحب مني ولا كلمة. أعطيني طرف خيط. لا ما رح أقلك، لو سمحت بعد عني شوي أنا شوبت. احكي لي أول لبعد. أنت تركني وأنا بخبرك. الحلم تبعنا رح يتحقق. باي باي. شو قالت؟ حلمنا رح يتحقق؟
بصدق. نورا انا بحبك كثير، منيح اللي شفتك. بحبك بس ما قلتي لي ليش فرحانه لهالدرجه؟ خايفه حدا يصيبنا بالعين بس يشوفنا. بفضلك انت. ما فهمت شو بتقصدي. ها فهمت، معناتها قررتي تنهي الحرب السخيفة يلي بيناتكن. ايه رايحة على البيت. ممتاز. ها لحظة، لسه ما خلصت شغلي معك. شو هاد؟ هاد لقلك وكرمال العشاق. فهمتي؟ عجبك؟ نوران عزد انتي ما في منك ابدا. بعرف معك حق، للاسف ما في ولا رجال بيستاهل اعطي قلبي بنوب. تحركي روحي من وشي. اسمعي جيبوا بيبي، يلا انا مليت منكن. بدي جيب لي ولد قريبا. شو هالصور؟ ما عجبوك يعني؟ لا عجبوني، مثل ما أنا بدي بالضبط. هلا رح يجي واحد رح يستلم منك الصور، رح يسألك عن اسم هذا الشخص، أنت لا تعطي أي معلومات. ماشي، ما بدي إياك تاكل هم. طيب بعت لي إياهن على هذا العنوان، بعتهم اليوم. ماشي؟ طيب وهدول إلك، اعتمد علي. يلا باي. لك شو هاد يا حكمات؟ سخيط بالمصاري ورحت اشتريت احلى من محابس حياته مرهد، بس مو خسارة ابدا بكريمة. لك ليش عم تزمر هيك؟ قطعت لي قلبي، كنت رح موت من الرعبة. مو بقصدي جدي، حقك علي، بس انت لساتك شباب لا تخاف، يعني هيك زمور ما بيقتلك. بعدين شكلك لهلا عم بتراهق. لا تكتر حكي يا ولد بلا ما تنزعلي مرائي. تفضل، هدول رح يعدلوا لك مزاجك. اوه حجزت لي، شكرا كثير يا ابني. طبعا حجزت لك جدي، حجزت مكان لشخصين بالجنة. اكيد انت قصدك جنة بهالدنيا ما هيك؟ مو فوق ما؟ ايه بهي الدنيا جدي. الامور كلها تمام، بعد اسبوعين رح نروح. شو قصدك برح نروح بالله؟ هاد العيلة كلياتنا رايحين مع بعض. كل العيلة رايحة؟ كلها جدي. في عندي رفيق عمل معي معروف كتير كبير، بتحجز تذكرة لشخصين وبتاخد معك 8. أنا قلت لك بدي روح إجازة معي اللي بحبها لحالنا، رحت جبت لي 6 حناش ليروحوا معي. يلا روح من خليتي، يلا روح. إيه ماشي، يلا بخاطرك جدو. على مهلك. ولد مصروع. رح تجنني هالخدامة، كل شي بتتحشو بمكان شكل. بعدين لاقي إذا بتقدري. كل الشغلات فوق راسي أنا. وينو هاد؟ إيه شو بده يا ترى؟ شو في كمان حكمة بيك؟ ما في شي، بس بدي أقولك شغلة. إن شاء الله ما في شي، ليش اتصلت فيني؟ كله خير اطمني. كريمة بدي اطلب منك طلب صغير كتير. شو هالطلب هاد؟ يعني بدي اطلب منك تعطيني شي يومين من وقتك اذا ممكن. ليش قلي؟ بدي روح انا وياكي برحلة صغيرة. رحلة شو؟ ولحالنا؟ لا لا مو لحالنا، الولاد كمان وكل العيلة رح يروحوا معنا. حكمة بيك، انا ما فيني اترك هالبيت وسافر، ماني فاضية، هموم الدنيا فوق راسي. من وين طلعت لي فكرة هالرحلة هلا؟ هالرجال ما بيفهم بالحكي المنيح. وافقت لأنه كان رح يموت من زعله. أنا مو مهتمة بموضوع الزواج. أخ يا كريمة أخ، قطعتي له وعد وهلأ بقى خلصي منه إذا بتخلصي. أخ
أهلين عمي. عمي شو صاير؟ عمي أنت موجوع؟ يوف شو صار له للرجال؟ أنا طالع تالا. صحيح مراد بيك. خذ الوردة اللي وصيت عليهم. يسلموا إيديك. مراد صار صلماض، وين بلاقي؟ مكتبه بالطابق الرابع. شكرا لك. سلمي هالظرف لمراد بيك. طيب. نسيت تليفوني من التوتر. توتر؟ وصل ظرف لحضرتك، رح سلمك يا. ماشي تالا. تفضل. اسلموا ايديكي. شكرا. فكرة معينك استاذ. ريحة هالأكل طيبة وبتشهي. هلأ عن جد نحن بدنا نروح رحلة؟ لا تحلمي أبدا، مستحيل. مثل كل مرة رح تصير مشكلة وما رح نقدر نروح. واحدة منكم تروح تنده لجدة حتى يتعشى. يلا بعد العشاء بتتناقشوا بالموضوع. هالرجال ما بيفهم بالحكي المنيح. وافقت لأنه كان رح يموت من زعله. أنا مو مهتمة بموضوع الزواج. آخ يا كريمة آخ،
قطعتي له وعد وهلأ بقى خلصي منه إذا بتخلصي. جدو جدو يلا العشاء صار جاهز. جدو ما سمعتني؟ مين سمح لك تفوتي على الغرفة؟ يلا اطلعي لبرا. شوفي بنتي شو يلي صاير لجدو؟ ليكون مرضان صرخ علي لما اجا كمان ما كان طبيعي. قوليلي شو بدنا نعمل؟ انتوا اقعدوا كلوا بلا ما يبرد الاكل، خلونا ناكل، جدكم بياكل بعدين وقت يجوع. مرادك بس خليني اشرح لك. يا واطي ده شو بدك توصل؟ اه شو هي غايتك؟ انا ما عملت شي، مالي اي ذنب ابدا. من وين جبت هدول؟ مين عطاك ياهم؟ عمار بيك اللي جابهم وطلب اعمل هالتصميم، كان معه وحده، انا ما دخلني باي شي. ومين هاي المره؟ ما بعرف اسمها، هالمره شعرها طويل، عمار جابي. سامحني على هالغلطه مراد بيك، بترجاك تسامحني. موافق اشتغل معك وبدون شرط، صدقني ما كنت بعرف، بترجاك تسامحني. بس اسمعني مراد بيك، مراد بيك، بالإذن بدي روح. لوين عمي؟ لشو الشنتاي؟ رح اشتاق لكم كتير واستفقدكم، يلا بشوف وشكم بخير، استروا ما شفتوا مني. عمي شو صاير معك؟ وين بدك تروح وتتركنا؟ بنتي أنا راجع الضيعة. ليش بدك تروح جدي؟ ليش بدك تروح جدي؟ شو عم تعملوا تحقيق معي؟ لا تسألوني. بس فهمنا ليش رح تروح. عمي بس قلي، شفت منا شي مو منيح؟ ها؟ أو قصرنا بحقك؟ شو اللي مزعلك؟ إذا بتريد عمي لا تضل ساكت. مليت من القعدة معكم بالبيت، ما بقى فيني، بدي أطلع. وهلأ بخاطركم يا بنات. عمي
شوفي، انا عم فكر انه ما نعمل حكاية الشتاء. أهلين وسهلين ابني. هزار قاعدة فوق وهي ناطرتك لتوصل. Cevabım bir bilmece,
بدي أكون معك بك اليوم. وبدنا نضل سوا على طول. من دونك أنا ما بقدر أعيش. أنت علمتني شو الحب.